السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مستر علي، معلم اللغة العربية بمدرسة التميز. نبدأ اليوم إن شاء الله أولى حلقات البرنامج التأسيسي اللي وعدنا حضراتكم به، واللي إن شاء الله هنتطرق فيه للأسس والعناصر أو المراحل اللي ابني هيمشي عليها لحد ما إن شاء الله يوصل لمرحلة جيدة في القراءة والكتابة. احنا كنا بنلاحظ ان الكثير من اولياء الامور بيشتكي ان ابني وصل للصف الثاني الابتدائي او الثالث الابتدائي وعنده مشاكل في الاملاء وعنده مشاكل في القراءة، مش بيقرأ بشكل جيد. طب ليه؟ انا اعمل ايه معاه؟ ايه الخطوات اللي انا اتبعها عشان اقدر اوصل بابني لانه يقرأ بطريقة جيدة وانه يكتب بشكل جيد؟ احنا مش هنتكلم عن خطوات معتادة، احنا هنحاول نركز على بعض المشكلات ان احنا نقدر نعالجها، وبالتالي نقدر نحقق الهدف المنشود، وهو اللي انا وحضرتك وكلنا بنسعى ليه، ان يكون عندي ابني بيقرأ بطريقة جيدة وبيكتب كمان بشكل جيد، ودي حاجة هتسعدنا كلنا ان شاء الله. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ في اولا اول خطوة نتكلم فيها ان انا احاول بقدر الامكان ان انا ابدأ في مرحلة برنامج تعليم القراءة والكتابة مع طفلي وهو لسه صغير، يعني ابدأ باربع سنين. طب ثلاث سنين ماشي جميل، ان انا ابدأ معاه، ما اقولش ان هو لسه صغير، هو اي معلومة بسيطة هياخدها تأكد حضرتك ان هي هتفيده كل في السنة اللي بعديها. فكل ما نبدأ بصورة مبكرة، كل ما نبدأ مع أولادنا بفترة زمنية أقل، كل ما إن شاء الله هتكون النتيجة أفضل. طيب أنا أعمل إيه دلوقتي؟ أنا عشان أقرأ بشكل جيد لازم بمر على مراحل معينة. أول مرحلة واللي هي ممكن تكون سبب أساسي في إن أنا عندي مشكلة بتأخر شوية في القراءة، إن أنا مش عارف الحروف، إن أنا ممكن أغلط ما بين الصاد والضاد، إن أنا مش عارف أميز ما بين. طيب انا احل المشكله دي ازاي؟ اولا حضراتكم لازم نحبب الاطفال في اللغه، لازم نحبب الاطفال في لغتهم، بلغه القران. طيب انا عندي مش كل الاولاد قدراتهم العقليه واحده، ربنا سبحانه وتعالى جعل عندنا قدرات فرديه بتميز طفل عن طفل، لكن في النهايه المتابعه الجيده دي بيكون ليها ثمارها ان شاء الله. طيب انا دلوقتي ببدا اول حاجه بعملها ان انا اعلم اطفالي الحروف، لازم يعرف الحرف قراءه وكتابه. ما نقعدش نحفظه بقى الف باء تاء، لا، لان كده هو حتى لو حفظ الحروف هيحفظها بالترتيب، لكن هو مش عارف مين حرف الالف ومين حرف الباء ومين، هو مش عارف. فانا اخد معاه كل حرف، ويا ريت كل حرف يتربط باغنيه ده حاجة بيحبها. يعني أنا قلت له ألف أربطه بالأغنية ألف أرنب يجري يلعب، هو هيرتبط في ذهن الطفل الألف، حرف الألف مع الأغنية اللي هو سمعها، ويشوف بعينه صور، يشوف بعينه حرف الألف أرسمه له وهو يلونه، يبقى بيشوف حرف الألف وبينطق حرف الألف بشكل صحيح. لو أنا عملت الطريقة دي واشتغلت مع أطفالي هلاقي في النهاية إن الولاد حفظوا الحروف بشكل جيد وبدأوا يكتبوهم كمان بشكل جيد. طب انا هتأكد ازاي ان هو قرأ، ان هو عارف الحروف او هو بيكتبها؟ هبدأ اديله نشاط صغير كده ان انا اطلب منه ان يكتب اي حرف، ولكن مش بترتيب الحروف الابجدية، لا، ابدأ مثلا بالياء، ابدأ بالدال، ابدأ بالصاد، واشوفه هل هو فعلا عارف الصوت ده ولا مش عارفه، هل هو كتب الحرف صحيح ولا مش صحيح. اول ما اتاكد ان ابني بالفعل عرف الحروف بشكل جيد وكتب الحروف بشكل جيد، كده انا هبقى عديت مرحله كبيره جدا جدا جدا، ودي اول الخطوات. اول الخطوات عندي ان اولادي اطفالي يعرفوا حروف الهجاء قراءه وكتابه. مش هقدر ادخل على المرحله الثانيه، مرحله الاصوات، الا وابني عارف الحروف بشكل جيد. احنا كده اتكلمنا في اول مرحلة، يعني رجاء ان احنا نشتغل على المرحلة دي لحد ما نقدر نوصل للنتيجة. ايه هي النتيجة؟ ان ابني بيوصل لاربع سنوات او بالكتير او خمس سنوات هو يعلم حروف الهجاء قراءة وكتابة بشكل جيد.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.